العمل مع عمر كمال بقى الموضوع جه ازاي معاكم؟ والله عمر كلمني علشان نعمل حاجة مع بعض، وقعدنا نختار بقى شوية هنعمل ايه وكده. سمعنا حاجات كتير قوي قوي عبل ما جهزنا الاغنية، بس الحمد لله الاغنية يعني كانت ماشية كويس جدا جدا، وكل حاجة خلصت في اسبوع مثلا. يعني في اسبوع كنا سجلنا اخترنا الاغنية وسجلنا وصورنا وعملنا كل حاجة، الحمد لله نزلت وعجبت الناس قوي. موضوع ان صورة تنزل بقى والناس تفتكر خطوبة كده، مين صاحب الفكره دي عشان الموضوع يطرقع كده؟ لا هي مش فكره، انا فاهمك الموضوع كان جاي ازاي. الموضوع ان في الاغنيه هي اغنيه رومانسيه الاول، فاغنيه رومانسيه دي يعني هيبقى فيها اتنين كابل باين ان هما بيحبوا بعض، والجزء بتاع السيشن ده كان من الدعايه اصلا، وكمان اللبس اللي كنا بيه ده كان المفروض هيتحط في الكليب في التصوير بس ما اتحطش، يعني لقينا ان في مشاهد احسن ان هي تتحط بس. فلما الصور نزلت الناس افتكرت ان دي خطوبه وافتكرت ان الكلام ده كله، بس لا الكلام ده مش صح خالص، ده هي بس مجرد ان هي دعايه وجزء من الاغنيه. فكره الكليب بقى كان ليكوا راي فيه او حاجه ولا مخرج بقى وكده؟ لا طبعا كان في مخرج وكان في ستوري بورد محطوطه وكان في يعني كل حاجه، كان كل شخص بيهتم بالحته بتاعته. طب عايزين نسمع بقى انتي قلبي. يلا بينا. انتي قلبي وربنا نسيتيني العكنانة، تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا، كل حاجة في دنيتي انتي اصلا ضحكتي، والامانة انتي الامانة نفسي اخد فرصتي. طبعا اكتر جزء شهر هو الجزء بتاع غيري مني، ثانية انا هقوله. ثانية واحدة. يلا بينا. غيري مني وولعي، صعب جدا تلمعي، استحالة تقابل ستك انتي اخرك تسمعي، كل ستوريهاتك كده مني ليه متنكدة، اهدي حبة للطب سكتة ما تعمليش في نفسك كده.